للوهلة الأولى اعتقدت أنها أحذية إيطالية الصنع، لأتفاجأ مثلما تفاجأ العديد من الزوار إنها أحذية جزائرية وبجلود محلية. هذا مام يقدر يتباع في الأوروب، يا أوكان بروبليم. سيتان مسكيا يفوا يفوا avoir les capacités de vendre son produit. كنت كومباري بين برودوي إيطاليان تلقاها كيف كيف في كلش، في الكوير، في الفينيسيون، في كل شيء. السيد عمار أحد أقدم منتجي الأحذية الجلدية في الجزائر، يقول إن الحذاء الجزائري بدأ يسترجع مكانته في انتظار تطوير مجال التسويق والإشهار لأحذية صحية وجلدية 100%. سجدنا يدينا في خدمة وطورنا الخدمة تاعنا ورحنا وصلنا تخدمنا منتوج ما شاء الله، ها هو اون كوير، كل شيء فاشط، كل شيء. هذا بالجملة 3000 دينار تاع لامبورتاسيون تاع الايطالي وبيان تاع الاسبانولا، راهم يشريوه 10000 12000 13000 حتى 15000. انا البارح واحدين شافوه هنا تقولوا لي كاين صبط لكم هذا، انا نشريوه حتى 20000. يروح يجيبه من لازي ولا يروح يجيبه من البورنور، يجيبه لنا ديكلاري ب 1 دولار 20 ولا 2 دولار، يقبلوه له يخلص عليه 70 ولا 100 دينار جزائري نتاع لي تاكس ونتاع الضرائب. وحنا راك عاده ما قلعش تخدم الضرائب تاع المواد الاوليه ولي طاكس تخلص 600 دينار، عاده ما قلعش تخدمها. لماذا يحتقر الجزائريون المنتوج الوطني ولماذا يفضلون المنتوج الاجنبي رغم اسعاره الباهظه؟ فهل فقد المواطن الثقه بكل شيء مرتبط بالجزائر؟